السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم وصفة وإفادة. نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وبصحة وبعافية. هذا الفيديو أنوريكم كيفاش نديرو الحشوة ديال الشعير تزامنا مع هاد الوباء وهاد الجيحة اللي كتضرب العالم أجمع. نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير، إخواني أخواتي، أنتم وأهلكم وأحبابكم إن شاء الله. المهم، نحتاج البلبولة ديال الشعير كيف كتشوفوها، اللي هي كترفع المناعة بواحد الشكل، يعني شكل رائع رائع بزاف. عندي لهنا جبانية ديال الحسوة ديال الشعير بالبولة كيف كنقولوا لها، هاد الشكل هي غليظة. وغنحتاج معلقة كبيرة ديال زرعة الكتان، يعني بذور الكتان. وعندي هنا الملح حسب الذوق، وعندي هنا حب الرشاد، حب الرشاد كيف كمعروف. وعندي هنا الحلبة، هذه معلقة كبيرة ديال الحلبة، ومعلقة صغيرة ديال حب رشاد، ومعلقة كبيرة ديال بذور الكتان، والملح حسب الذوق. وعندي هنا الزعتر، الزعتر البلدي كيف كتشوفوا، انا كناخذو خضر وكنلبسو كيبقى عندي العام كامل. المهم، هذه غدا نديرها في بحال هذا الغربال، نكبها فيه ونحطها، يدوز عليها الروبيني يعني باش واحد ديك الغبره ديك البيضه ولا ديك الشيء كلشي كيدوز. اذا ندوزها في الماء ورجع لكم. اذا من بعد ما دوزت على الماء، عندي هنا يطرونس ديال الماء بارد، نكبها فيه طرونس ديال الماء. وغدا ندير كاع هادوك اللي عندي الا الزعتر، الا الزعتر اللي ما غاداش نديرو. اذا هادو حتى هما غادي نديرهم مع الا الزعتر اللي ما غاداش نديرو، حيت غادي ندير عليه الماء طيب بوحدو، وغادا نبقى نصفي ونزيد مره مره، كنزيد في على هاد الخليط كامل محدا هي طيب. وانا الا احتاجيت شويه ديال الماء كنطيب الماء تنديرو في الزعتر، عاده كنديرو. إذا نتبعوا معايا الطريقة. نبقى نحرك فيها بشوية بشوية وهي كطيب على نار مهيلة، وغدا نطيب الماء باش ندير فيه الزعتر باش نبقى نزيدو مرة مرة. تنزل عصير غادي نخليه في هذا الماء طايب، ومره مره نزيدو فيه على الحشوه. ضروري من التحريك باش ما تعصلش لينا وتحجر لينا، خصنا نبقاو ديما نديرو ليها بحال هكا. دابا كنبقى نزيد شويه ديال الزعتر، هنشوفوا اللون ديالو كيفاش داير. مره مره كنزيدو،
اذا ها هي وجدات كيف كتشوفوا. دابا ملي غادا نحطها غادا نكب فيها شويه ديال زيت العود زيت الزيتون وغادا تكون انها وجدات. الحليب كيبقى اختياري، انا ما كنديرش فيها الحليب، كنخليها بحال هكا، كندير فيها كنكتفي غير بزيت الزيتون. اذا هاد الطريقه اللي درتها راها زوينه زوينه بزاف، وهي كتكون غنيه بالفيتامينات والمعادن، وكترفع المناعه بواحد الشكل جميل بزاف، وحنا في هاد الظروف حنا محتاجينها. اذا انتم شفتوا الطريقه من الاول. وصلت النهايه ديال الفيديو، دمتم في رعايه الله وفي صحه جيده ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.